حال المنطقة المجاورة لمستشفى الزهراء نهاية حي الشعب ببغداد في ظل انتشار النفايات بسبب الإهمال الحكومي، نحن وإياكم سنكون شهودا على حال أهل تلك المنطقة. اليوم نتواجد احنا بنهاية الشعب، تحديدا بمنطقة تسمى نهاية الفورتات او مستشفى الزهراء. مستشفى الزهراء اللي هو يصير بنهاية الشعب، نهاية خط الفورتات. هذا السوق اللي احنا نتواجد به يسمونه سوق الزهراوي او سوق مستشفى الزهراء بالباب الخلف مالته. شوف الوضع، هذا الوضع، وضع الخدمات اللي موجودة هنا ما شاء الله، كل هذا الخضار اللي موجود ابد ما كنا فايرت. هذا الوضع، صار مقبرة مع النفايات. بس اريد اسأل اني هنا المجلس البلدي بالشعب شنو شغلهم؟ يعني ما جو شافوا الوضع هنا، ما جو شافوا هذه النفايات اللي موجودة. للعلم هذه اللي وراكم تشوفونها، هاي اللي وراي مدرسة، مدرسة، وهاي المدرسة صايرة تجمع لمكب النفايات اللي موجودة هنا. كل النفايات منين تجي؟ تجي من هذا السوق. طبعا اهل البلديه ما يجون ياخذون النفايات من جوا، لا، الناس نفسهم اصحاب المحلات هم اللي يجمعون النفايات ويطلعوها هنا. ابو البلديه ما يجي بحسب ما الناس ذكروا، ما يجي الا تعطي فلوس ابو الكابسه، الا يجمع هاي النفايات ويطلعها. وهذا الوضع هنا.